ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والملائكة حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم إنا أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من عذاب النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم تقبل أعمالنا وعبادتنا وصلاتنا وتوبتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. اللهم تقبل كل عباد، اللهم تقبل كل عباد. O most forgiving Allah, O most kind of Allah, O most kind Allah, O most kind Allah, Allah forgive us. Allah forgive us. Allah forgive our family sons. Allah forgive our community sons. Allah forgive all Ummate Muslimas sons. Allah, you forgive us. Allah, this is the last Jummah of Ramadan. Allah, you forgive us today. Allah, this is the last Ashara. Allah, you free so many people from Jahannam. Allah, Allah forgive us. Allah grant us Jannatul Firdaus. Allah grant our all marhumin Jannatul Firdaus. Allah accept our Taraweeh. Allah accept our Tilawat in Taraweeh. Allah accept our all Tilawat of the Quran. Allah, you accept our listening in Taraweeh. Allah accept our reading in Taraweeh. Allah, you accept our fasting. Allah, you accept our fast. Allah, you accept our all ibadat. Allah, make this month of Ramadan the means of our maghfirah. Allah, make this month of Ramadan the means of our maghfirah. Allah, grant us again and again the month of Ramadan. Allah, grant us the happiness of Eid. Allah, ya Allah, ya Allah, whoever in difficulties, Allah, remove their difficulties. Allah, remove their difficulties. Allah, ya Allah, you accept us for the khidmat of deen till death wa ikhlas and lillah. Allah, Allah, grant us more in that condition that you are happy with us. We are happy with you. There is no anybody's right remain over us. Allah, and on the day of Jumu'ah, in the month of Ramadan, in the condition of sajda and kalima also, we are sound on our tongue. Quran, Majid, Tilawat on our tongue. Allah grant us in this condition more. Allah, Allahumma inna nasaluka husna al-khatima wa na'udhu bika min su'i al-khatima. Allah, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam ne جتنی بھی بھلائی اور خیر آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، جتنی برائی اور شرور سے پناہ چاہی ہے ان سے ہماری پوری امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما. اللہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے قبول فرما. یا اللہ، یا اللہ، ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچا دیجئے مولا، اللہ گناہوں سے بچا دیجئے. اللہم وفقنا لطاعتک يرضيك عنا بعد رمضان.
رمضان. اللهم وفقنا لطاعتك يرضيك عنا بعد رمضان. الله accept our دعاء in the to favor of نبي كريم صلى الله عليه وسلم. الله آج تك هم آپ سے مان کر نہ کبھی محروم ہوئے. اللہ آج بھی ہمیں محروم مت فرما, آئندہ بھی ہمیں محروم مت فرما. جو بھی ہماری زبان اللہ دلوں میں ہے زبان پر آنے سے پہلے ہمیں عطا فرما. اللہ make us مستجاب الدعوات from today whatever دعا we will ask. Allah you accept our all دعا. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله برحمتك يا أرحم الراحمين.